فتحي اللي ان شاء الله بنتمنى له تجربه احترافيه جديده في قطر. والحقيقه هو يعني كمان قد ايه حمدي حاسس بقدر النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما وقفش في طريقه في لما جاله عقد بمبلغ كبير، ربنا يبارك له ويستحق الحقيقه كل التحيه، لان حمدي فتحي من المقاتلين. عمرك ما شفت حمدي فتحي عمل مشكله، راجل بيموت نفسه في الملعب، بيأدي بشكل اكتر من رائع، أدى مع النادي الاهلي كل المباريات برتم واحد وبقوه واداء عالي جدا. والحقيقه خروجه من الباب الكبير زي ما بيقولوا وخروجه للاحتراف في احد الانديه القطريه في نادي طبعا الوكر القطري، يعني نتمنى له التوفيق اكيد. والاحتفال واستقبال هذا النجم الكبير كمان في قطر ده بيدل على قيمه حمدي وعلى قيمه النادي الاهلي اللي جاي منه الحقيقه، يعني كمان استقبال اكتر من رائع. حمدي فتحي بيستقبل هناك في قطر لانه جاي من النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيزيد من اللعيبه ويعني بيرفع طبعا القيمه التسويقيه بشكل كبير جدا جدا جدا.